أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في كتب تفسير الأحلام ومن نسأل لتفسير الرؤى والأحلام؟ لا تسألون أحد، ما كلفكم الله، لا تسألون أحد. إذا رأيت رؤيا تخاف منها اتركها ولا تضرك بإذن الله ولا تذكرها لأحد، وإذا رأيت رؤيا تسرك فتخبر بها من تثق به من أصحابك، لا بأس بها، لأن هذه بشرى، ولا حاجة إلى تكلف وإلى أن الإنسان كل ما يصبح شفت وشفت وشاف فلان وقال فلان ويصبح شغل الناس في المرائي.